وفي المقدمة إسلام إسراج صاحب الهدف الثاني في دقيقة 46 بشة جاب الهدف الأول في الدقيقة 42. ضربة جزاء والأمور تنقلب رأسا على عقب، ويبدو أن هناك بطاقة صفراء ثالثة للفيصلي على تيسير عالم تيف، وفي الدقيقة 51 تحديدا. اوهو الوحدة، وما أدراك ما الوحدة. الوحدة وحسب أهزوجة الفرسان ما يغلب غلاب، سجل فيه هدفين رجع وعوض في غمضة عين، والآن هنا أمام إسلام إسراج تخطي دخول لا وجود لحالة تسلل، ولكن في النهاية ضربة جزاء محتسبة. وماجد هزاني، ماجد هزاني، خلينا نشوف ماجد. لا والله إسلام وتيسير، إسلام يضيف ثالث، تيسير يتصدى، كرة تتسجل، كرة تضيع. خلينا نشوف عنابي وأيضا فارس وحداوي، إسلام وتيسير، التسديدة وجول ثالث للصيد، جول ثالث لفرسان مكة، جول ثالث لأبناء الوحدة. وهنا صاحب الهدفين في الدقيقة 46 يضيف هدف ثاني بعد أن تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 50. هنا الثالث الوحداوي، ثلاثة للفرسان، ثلاثة للوحدة، والوحدة غير